ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي معاكم لفقرة الاستوديو التحليلي الستات في الكورة. طيب خلاص كأس العالم زي ما كل الناس متابعة وصل لمراحله الأخيرة. من بكرة هتبدأ مباريات نصف نهائي، عندنا أرجنتين مع كرواتيا، وبعد بكرة فرنسا، ومواجهة منتظرة وقوية مع أسود الأطلس، منتخب المغرب اللي كلنا بنتمنى له كل الدعم والتوفيق في مشواره علشان يواصل كتابة التاريخ ويوصل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية. بكل تأكيد هنشوف مباريات قوية جاية في نصف النهائي بين الأربع الفرق اللي وصلوا، اللي بتأكد على أننا هنشوف نهائي تاريخي وناري في واحد من أفضل نسخ كاس العالم على الإطلاق. ومن كاس العالم بقى هنروح ونتكلم عن مباراة الأهلي النهاردة أمام الاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري. منورنا في الاستوديو التحليلي ضيوفنا محمد، ضيوفنا آسر محلل الكرة العالمية، ونجوى مصطفى الناقدة الرياضية. أهلا بيكم. أهلا بيك يا أميرة محللنا. أهلا بيك يا هند، ومبسوطة أن أنا آسر حسين معانا منورنا. بصوا قبل ما نروح الأول لكأس العالم وكده، أنا عايزاكم أنتوا تابعتوا قرعة أكيد الأهلي وسان داونز ده. طيب يعني قولوا لي كده، نبقى ليديز فيرست طبعا. طبعا طبعا مفيش كلام. ما قالش حاجه على فكره. لا 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 اسف والله. محللنا الرياضي اللي منورنا النهارده آسر حسين، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا والله. قولي لي، خلينا نتكلم ان الاهلي كالعاده في مواجهه ناريه في دور المجموعات. سان داونز، الاهلي وسان داونز تحديدا اتقابلوا قبل كده يمكن 12 مره. الاهلي كسب 5 مرات وتعادلوا في 4 ماتشات. يمكن خليني اقول لك ان الاهلاويه بداوا يحبوا مواجهات الاهلي مع سان داونز، لانه بقت فيها الخير. احنا كل المرات اللي قابلنا فيها سان داونز الحمد لله على الاقل لعبنا فاينل او كسبنا البطوله. يمكن نعتبرها خليها بشره خير. باقي المجموعه مش سهله، القطن الكاميروني، الهلال السوداني، خلينا نقول مجموعه ناريه فعلا. ولكن الاهلي ان شاء الله قادر على مواجهه الجميع وقادر على الحصول على اللقب اللي خسره بفعل فاعل يمكن السنه اللي فاتت ان شاء الله. آسر، شايف مشوار الاهلي في البطوله ازاي لحد دلوقتي؟ مبروك على البرنامج الاول. الله يبارك فيك. انت وهند مبسوط مع نجوى النهارده. مشوار الاهلي اعتقد انه كالعاده ده قدر البطل، انه استضن دايما مجموعه صعبه. يمكن كنت انا بنتكلم قبل الهوا انه كنا متوقعين سان داونز كده كده معانا، يعني كانه مكتوب علينا. الحقيقه هم عملوا، بشوف ان سان داونز نسخه مغايره شويه للي قابلناه السنه اللي فاتت. عملوا حاجه غريبه جدا في اكتوبر اللي فات، 24 اكتوبر. شالوا منكوبه من جويزي اللي كان تفوق على الاهلي قدام موسيماني، كسب راح جاي البطوله اللي فاتت. وجابوا رولاني ماكويني اللي كان تحتيه، ورولاني ماكويني عنده 35 سنه بس، مدرب شاب. سان داونز ماشي كويس، متصدر الدوري ب 28 نقطه، عنده المهاجم الناميبي نخلي بالنا منه، هو هداف الفريق 26 سنه. فبالتالي نسخه هتبقى مختلفه شويه. كولر عنده تحدي كبير جدا بانه الاهلي ما كسبش سان داونز ابدا في جنوب افريقيا، ما كسبش الهلال السوداني ابدا في السودان. وبرده كانت ذكريات كويسه زي ما كانت نجوى بتقول، انه المعركه او الظروف الصعبه اللي تعرض ليها اللعيبه اخر مره في مباراه ام درمان، وان هم طلعوا في حمايه الجيش المدني السوداني، كان الطريق الاهلي المفتوح للتسعه. وبعدها طبعا السنه اللي فاتت يعني كنا قاب قوسين ادنى والخساره في النهائي. فبرده سان داونز فعلا فقل حسن، لكن يعني عنده ارقام كتيره محتاج يكسرها كولر المره دي في تحدي كبير طبعا. وده قادر ان انت تبقى بتقود فريق على، تبقى على راس القياده الفنيه فريق نادي الاهلي، متعود دايما انه خدت التاسعه خدت العشرة، دلوقتي ده طريق الى الحادية عشرة ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن تاكيدا على كلام آسر ان فريق سان داونز مش بس بيدي فرص للمدربين، ولكن كمان اللعيبه، هو متوسط الاعمار اللعيبه من اصغر اللعيبه في افريقيا. هم بيراهنوا دايما على اللعيبه صغيره السن وببادجت قليل جدا، بيقدروا عندهم يعني كشافين لعيبه بيشتغلوا طول الوقت بمنتهى الحرفيه، بيقدروا يجيبوا اللاعب الصغير الموهوب باسعار يعني قليله. طب انتوا شايفين ده ازاي؟ هل انتوا مع انه الفريق كله تبقى لعيبه صغيره، ولا نعمل الميكس المعين ما بين الخبره اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين؟ يعني بتشوفوا ريسنتلي بقينا بنشوف كره القدم
فيها سن صغير، يعني نتكلم عن المغرب مثلا المدرب بتاعها تقريبا 35 سنه او في الرينج ده، انتوا بقى بتشوفوا ده ازاي مع ولا ضد؟ 46 شكله صغير. الدمج مهم جدا، الدمج في الكوره مهم جدا، عناصر الخبره مع عناصر الشباب حتى على مستوى النادي الاهلي. لو خدنا التجربه بتاعتنا احنا هنلاقي ان كولر بيحاول يعمل كده، يعني غياب معلول عن كاس العالم لوجوده في كاس العالم، محمد اشرف بدا ياخد، كوكا بدا ياخد، فخري طبعا ما اقدرش اقول عليه شاب لانه 23 سنه، لكن كل العناصر دي لما بتخش الدمج مع عناصر الخبره زي ما تلاقي في الملعب الشناوي طبعا في القياده، تلاقي مثلا متولي موجود، من كل اللعيبه اللي بتاخد مع السوليه موجود، كل اللعيبه الركائز واكرم، كل الناس دي لما بتدي لعيب زي محمد اشرف ويخش في التشكيله الاساسيه مع 10 لعيبه هم اوريدي متمرسين وعندهم الخبره، الدمج مهم جدا. سان داونز بيعمل ده، وتكمل على كلام نجوى كمان ما عندوش مشكله ابدا في الماديات، بيروح يتعاقد مع لعيبه باسعار غاليه جدا. صحيح. من امريكا الجنوبيه كمان. فبالتالي سان داونز دايما يعني بينافس، والتغيير المفاجئ او الشفل اللي عملوه في التغيير الفني ده اللي عملوه يوم 24 اكتوبر كان بالاساس ده، ان هم عايزين شايفين ان في تراجع نتائج من جويسا ده، فلا هات الراجل ده الصغير 35 سنه اللي كان مدرب مساعد يطلع هو رجل اول، تبقى التجربه ان المدير الفني عنده 35 سنه ممكن يبقى اصلا قد واحد من عناصر الفريق اللي موجوده. مفاجآت، ايه اكتر المفاجآت من وجهه نظرك في البطوله؟ دوري ابطال افريقيا؟ يعني اللي ممكن تحصل. يمكن تحصل لا ان شاء الله بالنسبه للاهلي ما يكونش في اي مفاجات، ويمكن الاهلي وسان داونز هم المرشحين للصعود من المجموعه دي، وان كان لا يجب الاستهانه بالقطن الكاميروني والهلال اللي احنا زي ما اسر قال احنا كان لينا مواجهه صعبه معاه السنه اللي فاتت وخرجنا يعني بشق الانفس صعدنا يعني. لا ان شاء الله ما يكونش في اي مفاجات في مجموعه الاهلي والاهلي يصعد كمتصدر. طيب بكلام بقى عن المفاجآت نروح لكاس المفاجآت العالم، يعني هو اسمه كاس مفاجآت العالم. ملوش كبير. صح. ملوش كبير، ليه بقى كاس العالم السنه دي ملوش كبير؟ يعني ليه كاس العالم السنه دي اثر من وجهه نظرك المنتخبات الكبيره اللي خرجت وصعود المغرب اللي ما حدش فينا طبعا كلنا كنا بنتمنى، بس ما حدش فينا كان يتخيل ان احنا نوصل خلاص نصف نهائي يعني. حاجات كتير قوي يا هند، يعني يمكن انا مفاجاه لو هنقسم مفاجات عندي كذا مفاجاه، يعني يمكن فوز السعوديه الارجنتين كان اكبر مفاجاه رقميا. صحيح. لان عند جريس نوت دي اكتر حد بيعمل داتا اناليسيس وفورمات وكده، كانت حاطه انه نسبه فوز السعوديه على الارجنتين 8.7% بس. الفوز ده بس بتاع السعوديه مش بس انه فوز تاريخي لينا كعرب، يعني ان هو دلوقتي هو رقم واحد في تاريخ مفاجات كاس العالم. كان قبليه فوز امريكا على انجلترا في 1950 كان واخد 9.7%، فبالتالي تصدرت السعوديه، دي اكبر مفاجاه كنتيجه. لكن انا فاهم سؤالك طبعا، بتتكلمي على خلال المونديال خروج المانيا لتاني مره ما تقدرش تطلع للدور من الدور الاول مرتين ورا بعض، يعني قلنا لعنه البطل ماشي 2018 انت البطل اطلع. أيوة. اللي بعدها بقى داخل بتعمل ايه؟ فخروج طبعا، وركزوا في حاجات كتيره بره الملعب اثرت على التركيز والصعود من الدور الاول. التواجد الاسيوي بفرقتين، كوريا تقلب الحسابات كلها وتكسب وتصعد، اليابان نفس الكلام تكسب اسبانيا والمانيا، جيمي مورياس والفرقه العظيمه اللي كان عاملها دي، يمكن حتى في مباراه كرواتيا كان هو الاقرب للفوز. خروج المرشح الاول لكاس العالم، خروج المرشح الاول البرازيل. صحيح. حاجه من اغرب ده كان بالنسبه لي، كرواتيا منتخب قوي لكن لو هنحطه قدام البرازيل وحرفنتهم. صحيح. كان ماتش غريب جدا. تعقيبا على كلامك، الكره لا تعطي لا تعترف بالاسماء ولا تعطي الا لمن يستحقها. طبعا الاداء في الملعب هو الحاكم، هو اللي بيقول كلمته. يمكن خلينا نتكلم على ماتش كرواتيا والبرازيل، متأخرين وبيتعادلوا في آخر الدقائق، ولكن الحماس، الرغبة في الفوز، يمكن منتخب المغرب اللي ميزه من أول مشوار البطولة هو رغبته في الفوز. الروح. هم مش بيكتفوا بالتعادل زي ما بيحصل مع كل المنتخبات العربية اللي بتكتفي، مثلا يمكن شفنا تونس قدام الدنمارك كانت مكتفية بالتعادل وفقط، بالنسبة لهم كان مرضيين، ولكن المغرب كان بيلعب على الفوز، ويمكن هو ده اللي ميزه وهو اللي خلاه هو الحصان الاسود للبطوله، وان شاء الله يكسر كل التوقعات. وليه لا ما نشوفش المغرب بترفع كاس العالم؟ لا هنشوف ان شاء الله. بصي انا يعني انا يعني المغرب خلاص كلنا مستنيين، لا خلاص فاضل ماتش واحد. عايز اتعمق معاكي اكتر مع المنتخب المغربي وازاي قدر يوصل لده، وايه التكتيك اللي كان عامله في كل الماتشات اللي جيد. كلميني عن المغرب. المغرب كاداره محترفه للكوره هناك قدروا يخططوا بشكل جيد سواء لمنتخب الرجال او منتخب السيدات على نفس المستوى، ولكن
خلينا نقول يا آسر عامل كتير ساعدت عوامل المغرب كتير، والثقة، الثقة في مدرب زي وليد الرجراجي اللي قبل شهرين شهرين قبل البطولة. قرار جريء جدا من الاتحاد انه ثلاث شهور الفريق كان صعد اوريدي كاس العالم بنستغنى على دايما يقول لك طب انا عندي مدرب مصري يا نجوى او سوري يعني مدرب وطني امشيه مثلا واجيب بقى مدرب الاجنبي الثقل بتاعه والخبرات. اللي حصل العكس، ان خليلو زيتش البوسني الخبير بيمشي قبل ثلاث شهور ويجيب الركراكي ياخد الرهان ده. والركراكي ما كانش يعني خلينا نقول ما نزلش بالباراشوت، لا ده هو حقق نتائج عظيمه مع الفرق اللي قدر ان هو كان بيدربها. شفنا خد الدوري مع الفتح مع الدحيل في قطر، والفتح الرباطي في المغرب لاول مره في تاريخه، خد مع الوداد الثنائيه الاشهر الدوري ودوري ابطال افريقيا على حساب الاهلي للاسف. تمام، مدرب ذو رؤيه، ذو حماس، هو عاوز يكسب، عاوز يعمل تاريخ ويصنع تاريخ. قصدك ان عنده السي في اللي يخليه يبقى موجود في المكان ده؟ صحيح، هو يستاهله. هو يستاهله، هو مش وليد الصدفه زي ما البعض المفترين. لا، هو فعلا مدرب قدر ان هو يشتغل على نفسه كويس، قدر يحقق نتائج عظيمه. وان كان ماتش الجاي مع فرنسا هيكون ماتش للاسف صعب جدا، انا كنت اتمنى ان انجلترا هي اللي تصعد في السيمي فاينل وتقابل المغرب، ولكن لو قدر ان هو يلعب على مفاتيح لعب منتخب فرنسا يمكن ابرزهم كيليان مبابي وجيرو ممكن يقدر يعمل مفاجاه ان شاء الله اللي احنا مستنيينها كلنا ان شاء الله. يعني اسر قول لنا كده، شايف المغرب محتاجه ايه علشان يكون مواجهتها مع فرنسا مواجهه موفقه كده وتجيب لنا كاس؟ طيب مبدئيا هو لحد النهارده المغرب مدياك فكره فن المستحيل، انه مفيش حاجه تقدر ما تتعملش. والناس بتتكلم على انه اول منتخب افريقي يصعد لدور نصف النهائي ويكتب التاريخ. المغرب انا بالنسبه لي بس عشان نوثق ده من خلال برنامجكم الحلو ده، كانت بتكتب التاريخ من الاول خالص. يعني يمكن في سنه 70 كانت اول منتخب افريقي ياخد اول نقطه لاي منتخب افريقي قدام بلغاريا في 70. بعد 86 اول منتخب افريقي يصعد للدور الثاني لدور ال 16. النهارده في 2022 هو اول منتخب يوصل ليه، اول منتخب افريقي يوصل لدور نصف النهائي. فبالتالي هو كتب التاريخ في كل مشاركاته من زمان شغال فعلا بالظبط. فالتراكم بتاع منتخب المغرب دايما هو اللي يعني دلوقتي بيحمل طبعا لواء العرب افريقيا، لكن في افريقيا كان دايما هو اول واحد بيكسر ارقام وبتحصله بقيه المنتخبات الافريقيه. ركراكي والمنظومه الممتازه اللي عنده، انا هاخد من كلام ارسن فينجر المدرب الاسطوري الفرنسي الاسطوري للارسنال لما قال بعد الماتش، قال انا عارف ان احنا الفيفوريتس او احنا اقرب ناس احنا ممكن ناخد البطوله، لكن خلوا بالكم المنتخب ده كويس جدا. هو بصوا طريقه كان في مين ولعبوا قدام مين، قدام اسبانيا والبرتغال الاثنين لعبوا واحده من احلى ماتشاتهم اسبانيا والبرتغال، لكن طول الوقت منظومه الركراكي الدفاعيه وترابط الخطوط امسك الكوره طول الماتش والمحصله صفر، مش هتعرف تكسر المنظومه الدفاعيه دي. زي ما كانت برضو نجوى بتقول نعمل ايه في مفاتيح لعب، طبعا انت محتاج جبهه اليسرى هي لو بصيت على الاحصائيات هي اميره كل الاهداف بتاعه فرنسا بتيجي ناحيه شمال. حتى لما جريزمان غير اتجاهه في مباراه انجلترا الكوره الاوفر جه من ناحيه الشمال، فان انت تعمل اوفر لود شويه ناحيه اليمين يعني يبقى فيها حكيمي وزياش كمان في دور دفاعي. ده حاجه عشان بس تقلل طبعا خطوره امبابي. الحاجه الثانيه عشان من حسن حظنا ان ديشون راجل بيحب الدفاع شويه، فبتخسر لعيب زي سيو هرنانديز الباك الشمال ما بيتقدمش، فبالتالي يقدر حكيمي يعمل انطلاقاته الممتازه، واحد من اسرع الباكات يعني يمكن ان لم يكن احسن باك رايت في العالم دلوقتي. صحيح. يقدر يعمل انطلاقاته. المغرب ان شاء الله تقدر بس تقفل مصادر الخطوره يعني عند فرنسا. وانا فعلا مش بقول كده والله من يعني نبع ان انا راجل عربي بين قوسين مصري، لكن فعلا منتخب المغرب قادر حتى لو فرنسا لا قدر الله عدت انا متاكد هيبقى بشق الانفس، هتلعب ماتش صعب جدا جدا قدام المغرب. احنا شفنا ده في ماتش البرتغال، هم كانوا مدوخينهم بجد، مقفلين الملعب، في هجوم جامد، لعب من يمين لشمال، مفيش خوف، في جراءه، فاتوقع ان ده هيحصل ان شاء الله. يا رب. عايزه اسالكم بقى على حاجه مهمه، توقعاتكم لو الماتش وصل لضربات الجزاء؟ لا والنبي يعني يا جماعه انا باجي على ضربات الجزاء ما بستحملهاش. اميره مش هتقدر اصلا، ما اقدرش الصراحه. يمكن ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، طبعا ربنا يحافظ عليه ويكمل على خير. من اهم نقاط القوه في المنتخب، في المنتخب المغربي، ويمكن مش جديد عليه لان هو اخذ احسن لاعب مع اشبيليه السنه اللي فاتت. فهو خلينا دايما بنقول يا اسر يا اسر احنا جايين عليك، مش عارفه والله
بتقولي يا ياسين؟ هو الاسم مش اسهل اسم بس تمام يعني. سهل لا اسمك سهل جدا. بالظبط على اسم النجم مصر ياسين. طبعا طبعا. تمام؟ لا بس الفكره ان ياسين بونو دايما بنقول ان حارس المرمى هو نص الفريق. هو اثبت النظريه دي. ان شاء الله يعني ما نوصلش للنقطه دي ونقطه الجزاء يعني درجات ضربات الجزاء الترجيحيه ويتم الحسم في 90 دقيقه ان شاء الله يا رب. بس لو وصلنا المغرب انت شايفه انه المغرب سؤال حلو هند. الاثنين متمارسين جدا. لوريس برضو لوريس لاعب بتاع ثلاثه يعني كاس عالم متمرس جدا 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 خبره او عنده خبره. وفي نفس الوقت بونو طبعا عنده يعني ولا ضربه جزاء دخلت فيه عنده الاحصائيه دي يعني ولا شوطه اتصادت دخلت فيه طبعا شباكه برضو ما دخلش فيه هدف يعني الهدف العكسي بتاع نايف اكرد ده هدف عكسي. المنافسين ما دخلوش في بونو ولا 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 هدف وهو عنده طبعا احصائيه ممتازه اللي هي اول حارس افريقي يعمل 3 كلين شيت في كاس العالم. بونو طبعا حارس بطل لكن برضو لوريس متمرس اعتقد هتكون ان شاء الله تبقى الغلبه يعني لو وصلت ضربات الجزاء لبونو لكن يعني الاثنين حظ الترجيحيه على راي كابتن مين شلبي. بما اننا لسه بنتكلم عن المغرب هدف النصيري وجدل ان هو تفوق على هدف كريستيانو. قولي لي بقى انت تفوق كاس العالم يعني دي اعلى قفزه في تاريخ كاس العالم 2 متر و78 سنتيمتر اعلى قفزه في تاريخ كاس العالم يعني التيك اوف ده عبقري. في واحده في اثنين في واحده كانت لرونالدو كان ماتش يوفي وسامبادوريا دي كانت 2 سم و53 ناس افتكرت دي اعلى. لا في واحده بقى في 2013 ايوه قدام ريال مدريد ريال مدريد قدام يونايتد في الشامبيونز ليج دوري الابطال هو طلع 2 متر 93 سم كريستيانو رونالدو يعني تقريبا 3 متر بس بتاعت النصيري. انا كنت بسمع بالتعليق يا هند واميره ونجوى التعليق الانجليزي فالراجل راح قايل على يوسف لك انا متاكد انه نط على ترامبولين ده مش نط عاديه هي نط خطيره فعلا دي حقيقه ما هو دي مستو كان خطير جدا. طيب احنا اتكلمنا عن المغرب في كاس العالم وهكذا نروح بقى للماتش الثاني كرواتيا والارجنتين. ماتش صعب جدا. كرواتيا دول بالنسبه لي ملوك الوقت الاضافي مش ممكن 120 عندهم سنة. 5 ماتشات احصائيه مرعبه بالظبط يعني لازم اقفل الماتش لازم اكمله لاخر دقيقه وصلوا فيهم في ادوار اقصائيه للوقت الاضافي ما خسروش ولا ماتش يعني 5 ماتشات 5 انتصارات يمكن اللياقه البدنيه لان هم 120 دقيقه 3 ماتشات يمكن اللياقه البدنيه هي اللي تكون ليها لو قدروا يحافظوا على لياقتهم البدنيه يكون ليها كلمه السر في الماتش الجاي قدام الارجنتين والسرعات ميسي اعتقد يعني هيبقى ماتش صعب وان كان يعني خط وسط الكرواتيا هو اكتر ما يميزه بالظبط. نجوى احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم الحوار. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين الاستوديو التحليلي مع ضيوفنا آسر حسين محلل الكره العالميه ونجوى مصطفى الناقده الرياضيه. خلونا بقى نروح للنادي الاهلي والدوري المصري. شفتوا ازاي المنافسه بين الفرق من بدايه مسابقه الدوري؟ يمكن الاهلي على خطه ثابته بيكسب 5 ماتشات لعبهم وان شاء الله السادسه تكون النهارده قدام الاتحاد. مستوى ثابت. كولر قدر يعمل المعادله اللي الاهلاويه بيحبوها الفوز مع الاداء الممتع. كان عنده مواجهات معقوله الماتشات اللي فاتت ولكن القادم هو الاصعب يعني ان شاء الله تكمل على خير والدوري يرجع للجزيره بعد غياب سنتين ان شاء الله. قولي يا اسر انت اكيد اتفرجت على كل ماتشات الدوري من بدايتها عايزك تقول لي كده رايك في ماتشات الدوري من اول ما بدات. ممكن هند نربط اللي يعني راينا في الدوري بماتش النهارده المواجهه بين الاهلي والاتحاد. يمكن الاتحاد كان بادئ بدايه كويسه جدا كل الناس كانت حابه تشوف الاتحاد وبصمه جديده مع زوران المدرب الصربي. الفريق كان ماشي كويس جدا كان متصدر حتى الجوله الثالثه بس يعني مؤقتا يعني لحد ما الاهلي كان يلعب ماتشاته بعد الفوز على الجيش. بعدين يمكن انا رايي انه اتاثر كتير جدا بفتره توقف الدوري صح. بعد حوالي شهر بدا يبقى فيه الكيرف ينزل تاني شويه وتعرض لهزيمتين متتاليتين. لكن الاتحاد مع زوران الحقيقه شايفين بصمه كويسه جدا. الجبهات بتلعب كلها كره مفتوحه عشان صلاح يمين وصبري رحيل احد اللاعبين اللي كانوا موجودين في النادي اللعيبه المحترمه جدا لولا بعتقد خبرة كبيرة عنده خبره كبيره لولا بعتقد السن يا هند واميره انه وصل سنه 35 كان ممكن جدا روي فيتوريا يفكر فيه مدرب المنتخب. لكن عشان هو عايز ينزل بمعدل السن. اوموتو هو هداف الفريق بهدفين ماشي كويس جدا. كان في كمان بعد ثالث ماتش بعد المباراه الداخليه كان ليه تصريح زوران ان هو سعيد جدا الفريق عنده رده فعل بيعرف لما يستقبل هدف يرجع ويعمل كومباك للماتش. واكد على الاداره انه كل النجوم اللي ظاهره دي منهم احمد عادل ميسي واللعيبه اللي طالعه كويسه دي مروان عطيه في نص الملعب كل اللعيبه اللي ظاهره عمل زي فيتو للاداره قال لهم لو انتوا عايزين الفرقه تخش المربع الذهبي ما نبيعش اي حد من نجوم الفريق.
النهارده بيقابل النادي الاهلي طبعا المتصدر، اللي بشوف انه زي ما كانت نجوى بتقول ماشي بخطى ثابته جدا. كولر كان بادئ الدوري كويس جدا ولا زال، لكن برضو بعتقد الاهلي اتاثر شويه بفتره التوقف، لان كان في هبوط نسبي في المستوى صحيح. لما رجعنا لماتش المقاولين في الكاس كان صعب على النادي الاهلي، 9 ماتشات يعني العلامه الكامله ما شاء الله، كولر من 9 وماتش صلاح الجيش برضو نفس الكلام كان فوز بصعوبه. هم الماتشين اللي بعد التوقف، المقاولين اللي خلص بضربات الجزاء بتالق الشناوي في اخر ضربه وصعوده بالاهلي لنصف نهائي كاس مصر، وماتش الجيش اللي كان شويه صعب عليه. كولر السنه دي بعتقد انه بيعمل حاجه ممكن تساعد جدا الاهلي انه يبقى عنده منظومه معينه يكسب بيها دوري ابطال افريقيا. بتفكرني بالطريق للتسعه، يعني في طريق التسعه كان في منظومه معينه عند النادي الاهلي، كانت ثنائيه ايمن اشرف وياسر بني فوست. هو بدا الموسم ب واعتقد انه بيتمنى ان الاثنين يرجعوا عشان يكمل الثنائيه دي في الدفاع، اللي هي ثنائيه متولي ومنعم. لما منعم اتصاب بعد مباراه سوبر امام الزمالك اللي فاز بيها النادي الاهلي، الاهلي اتاثر شويه، بدا يدخل ياسر ابراهيم جنب متولي. متولي للاسف راح المعسكر المنتخب اتصاب، بدا يدخل ياسر وجرب. لو شفنا متولي بالمناسبه هيرجع النهارده في القائمه المفروض. مهم جدا لانه اضطر، لو نفتكر يا نجوى اخر ماتش يلعب محمد هاني صح. الباك يمين يلعب بيه سنتر باك، بيجرب حاجات جديده فنيه، بيوري كل جمهور النادي الاهلي انه عنده افكار كتيره جدا في الطريق هينفذها. اكتشافه الكريم فؤاد في مركز الجناح يعني كان نجم مباراه الداخليه، جونين وصنع سجل هدفين وصنع زيهم، فبالتالي كل شويه بيطلع حاجه فنيه جديده. بعتقد في يعني طمانينه عند جمهور الاهلي في وجود كولر لحد دلوقتي العلامه الكامله، لو اعتبرنا مباراه المقاولين يعني تعادل لنفوز بضربه جزاء، لكن 9 ماتشات 9 انتصارات، فبالتالي مباراه النهارده مباراه مهمه جدا. زوران هيحاول يرجع او من خلال مباراه كبيره زي النادي الاهلي او من خلاله بيلاعب النادي الاكثر تتويجا للدوري انه يظهر او الاتحاد عندهم الدوافع يمكن اكتر انه الخسارتين اللي فاتوا دي بس كانت عشان فتره التوقف، انا عايز اعمل مباراه كبيره قدام الاهلي. حتى لو خسران انا ببقى عايز اكسب ماتش الاهلي بالظبط. كولر محتاج ياكد الصداره النهارده قدام مدرب اكد انه يعني اوراق اعتماده في الدوري المصري كمدرب اجنبي، فكولر النهارده طبعا اعتقد انه محتاج الفوز، مهم جدا لتاكيد الصداره. صح. ويمكن تاكيدا على كلام اسر ان زوران قال ان الماتشين اللي خسرهم قدام فيوتشر وغزل المحله دي كانت سقطه. انا دلوقتي انا بشتغل نفسي على اللاعبين ان ينسوا نتيجه الماتشين دول ويبداوا يركزوا في ماتش الاهلي عشان يحققوا نتيجه ايجابيه قدام الاهلي واستعاده الترتيب المتقدم للاتحاد في جدول الدوري، وان كان ربنا خايف ظنه. صح بالظبط. طيب كده انا عايزه اعرف حاجه، معلش يا اميره من غير اقطع كلامك، عايزه اعرف حاجه، انتوا مع الروتيشن اللي بيتعمل مع اللعيبه؟ اكيد. يمكن فرقه زي الاهلي بتلعب في اكتر من بطوله، كاس مصر، بتلعب في دوري ابطال افريقيا، ويمكن الاهلي دايما مرشح للوصول للنهائي في البطوله وسفر في ظروف قاسيه جدا لافريقيا، بنلاقي ان الضغط البدني او الحمل البدني على لعيبه معينه بيفقدنا يعني جهود كتير منهم في الاصابات في وسط الموسم. يمكن بنشوف ده في اوروبا ان بيحصل روتيشن ما بين اللعيبه، ويمكن بنشوف نجوم فرق بتفضل بتقعد دكه في ماتشات الدوري علشان يحافظ المدرب يحافظ على جهودها لدوري الابطال. الروتيشن مهم جدا بين اللعيبه علشان ما نحصلش للمشاكل اللي كانت تواجهنا السنين اللي فاتت بفقد عدد كبير من اللعيبه للاصابه. صح. اوكي، ماتش النهارده ماتش مهم جدا، الاهلي واتحاد سكندري، بتشوف دوافع كل فريق للفوز ازاي النهارده؟ الاهلي طبعا عنده دوافع كثيره جدا، لانه لاول مره من فتره بعيده الاهلي يفقد اللقب مرتين ورا بعض. فاعتقد حتى في الكلام او في بدايه التعاقد مع كولر كان وصل له رساله واضحه من جماهير النادي الاهلي ومن اداره النادي الاهلي انه لابد من عوده الدوري البيت والنادي الاهلي. المباراه مهمه جدا في تاكيد الصداره يا اميره. يمكن الناس كانت بتقول مباراه المحله كان بدا متصدر مع مدربه الاجنبي، لكن الاهلي استطاع انه يكسب 2-0، كانت مباراه مهمه جدا خارج الديار يعني. فبالتالي النهارده مهم قوي المكسب، دوافع عند لعيبه النادي الاهلي انها تاكد الصداره، استرجاع بقى اللعيبه الدوليه كمان، فبالتالي مهم جدا المكسب النهارده عشان تاكيد الصداره، وان انا ابقى فارق جدا في الترتيب من بدري عشان هنشغل بدور الابطال. وزي ما كانت نجوى بتقول يبقى يحصل تدوير، وان كان اضطراري معظم الوقت، يعني يمكن انت فقط قلبين الدفاع فاضطريت ان انت تدخل لعيبه مكانهم، فقط الباك ليفت النادي الاهلي الاساسي على مدار 6 سنين واحد نجوم الفريق مفتاح لعب الاساسي علي معلول في كاس العالم، فكان محمد اشرف اللي بياخد في تدوير وفي روتيشن، اضطراري في تدوير ان انت عايز تخلي عندك القائمه مفتوحه، لعيبه بتريح بين دوري الابطال وبين الدوري وبين الكاس. الناحيه الثانيه الاتحاد طبعا عنده دوافع كبيره جدا، زي ما كانت نجوى بتقول الزوران خسر اخر ماتشين، فعايز يعمل رده فعل على حساب ما فيش يعني دوافع اقوى من اي فريق في الدوري انه بيلعب النادي الاهلي طبعا، فبيبقى عايز يرجع من خلال مجهود على الاقل، حتى لو خسر او تعادل يقدم مباراه كبيره قدام النادي او لعيبته تقدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي عشان تروح اماكن ثانيه يعني تلعب في انديه اكبر. التشكيل الامثل من وجهه نظركم لماتش النهارده؟ تاكيدا بس على نقطه كان
قالها آسر إن الأهلي يمكن أنا شفت كذا تدريب لعب كولر للعيبة، كولر بيكون حريص جدا على تدريب كل لعيب الفريق، بيقسم الملعب، بيكون مع كل مجموعة بيقسمه لأربع مجموعات، بيكون مع كل مجموعة مدرب مساعد ومعاون ليه، لأنه حريص على كل اللعيبة أن هي تكون جاهزة فنية. شفت ده بعيني، ويمكن حتى بيدربهم على ضربات الجزاء كل اللعيبة، مش زي مثلا علي معلول اللي هو اللاعب رقم واحد في ضربات الجزاء في الأهلي، لا كولر مدرب خلينا نقول بيهتم بالتفاصيل، ويمكن التفاصيل دي هي اللي بتصنع الفارق في كل ماتش. كريم فؤاد هو آمن بيه، شفنا كريم فؤاد مختلف تماما عن السنة اللي فاتت، لأنه أخذ الثقة ويمكن اكتشفه في مركز تاني خالص. بالظبط السنه اللي فاتت لعبته باك رايت، لا ما انا شايفك جناح، هتلعب جناح، هتنزل، هتعمل، هتجيب جولين، وهتصنع. هو شطارته لازم تبقى موجوده عند بالظبط، هو شطارته في لمعرفه امكانيات اللعيبه وتوظيفهم صح، يعني يمكن هو ده اللي نجحه مع الاهلي. نرجع بقى للتشكيل بتاع النهارده، شايفين التشكيل الامثل للنادي الاهلي النهارده قدام الاتحاد السكندري ايه؟ يعني مفيش خلاف على الشناوي طبعا، رقم واحد يا جماعه، رقم واحد طبعا. اكرم يمين، شمال اعتقد ممكن محمد اشرف يلعب، لان ممكن معلول ما يكونش جاهز لسه. في القلب كانت نجوى بتقول في ممكن يبقى في استعاده متولي، ما اعرفش هو جاهز للماتش ولا لا، هو في القايمه النهارده يعني، ممكن يبدا بياسر وهاني زي المباراه اللي فاتت. اكرم او كريم ناحيه هاني، يبدا بياسر وهاني في القلب. انت عندك مشكله في السنتر باكات. وسط الملعب هو دايما عودنا انه يا اما السوليه وحمدي، يا اما السوليه وديانج. حمدي رجع كمان النهارده، فممكن يبقى السوليه وحمدي. دايما التغيير، اي تغيير فني بيبقى في الثلاثه اللي قدام او في الاربعه اللي قدام، فممكن بشوف انه هيلعب بشادي وبرونو وعبد القادر، وممكن يبقى معاهم قفشه. طيب بتشوف بقى نشوف الاتحاد المدير الفني، تفتكروا هيبقى تخطيط اللعب عامل ازاي؟ دايما زوران متعود ان هو بيلعب في ماتشاته اللي قبل كده 3-4-2-1، يمكن اعتقد النهارده ان هو يلعب 4-3-2-1، ان هو هيدافع اكتر قدام الاهلي زي يمكن ما كل او معظم مدربي الدوري، لان بيحاولوا يشلوا مفاتيح لعب الاهلي، ده بنشوفه على طول. دايما طريقه لعب اي فريق قدام الاهلي بيكون مختلفه تماما عن طريقه لعبه مع باقي الفرق الدوري، ويمكن معاهم الزمالك وبيراميدز يمكن. بالظبط، بيعتمد طبعا على سرعه اوموتو في الكرات العكسيه، وهي ومابلولو برضو الهداف السنه اللي فاتت، ويمكن مروان عطيه اللي الاهلي والزمالك دلوقتي حاطينه تحت انظارهم، لاعب مهم جدا، ويمكن كمان احمد عادل ميسي اللي دايما شفناه في الماتشات الاخيره بيلعبه في الشوط الثاني، او بينزل بيه في الشوط الثاني مش من اول ماتش، يمكن لاعب مهم جدا وبيحدث الفارق معاه. سافيو، عايزين نتكلم عن برونو سافيو، والحديث عن برونو سافيو من اول ما دخل النادي الاهلي يعني لا ينتهي. شايفين اداء برونو سافيو من اول ماتش لحد دلوقتي ازاي؟ وقد ايه الراجل ده فاجئنا يعني كلنا. مشكله يا هند السنين اللي فاتت انه بنقول دايما طيب احنا عندنا لعيبه مصريه قويه جدا في النادي الاهلي، طيب لو انا عايز فكرت فكره التعاقد مع لعيب اجنبي، دايما القاعده الاولى لازم تكون قدامك، لازم يكون اعلى من اللي عندي بكتير، مش حتى متساوي معاه في المستوى. وكان في طبعا يعني مع اي تراجع للنتائج كان في هجوم كبير جدا على اللعيبه اللي اوريدي جت النادي الاهلي، منهم بيرسيتا ومنهم لعيبه عندها فنيات كبيره جدا، لكن كانت مثلا بتمر بهبوط مستوى او كده. لما جه برونو سافيو الحقيقه مفيش كمان اعظم من ان انت يعني تعمل تدي رساله او تصريح او ستيتمنت انك تخش قلوب جماهير النادي الاهلي في ماتش ببطوله وفي ماتش قمه. فبالتالي انت اول مباراه قمه ليك، او الديبيو زي ما الانجليز بيقولوا، اول مباراه في سنه اولى قمه ليك بتسجل فيه، بتسجل الهدف اللي فتح الفوز امام الزمالك طبعا بثقه كبيره جدا، استغلال لخطا في التمرير من زكريا الوردي، وبتحط الكوره في بليسنج ممتاز جدا. بيبان هنا انا ليه جايب اللاعب الاجنبي ده اللي عامل اللي صانع الفارق واللي بي 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 بيعلي الفرقه معايا. استمرارا لده طبعا شفنا حتى في مباراه المحله، مباراه صعبه وبره، ودايما مباراه المحله بتبقى صعبه على النادي الاهلي خاصه لو بره. مفتاح في الهدف تاكيد الفوز، الهدف الثاني مفتاح الفوز دايما لمسته فيها الفارق. في المباراه اللي صنع كمان اهداف كتير جدا، فبيصنع وبيسجل، ما فيش، ما حسيناش انه في ولا مره في استياء منه او امتعاض انه لا طب انت بتحركني من هنا، بتلعبني مره في النص كاني رقم 10، او بتلعبني على الوينج على الجناح الشمال اللي انا برتاح فيها اكتر، او بتلعبني مهاجم متاخر شويه او شادو سترايكر. ففي كل مره كان بيأدي فيها، في كل مره لو ما سجلش بيصنع، بيصنع هدف، لو صنع لو ما صنعش هدف بيسجل. فبالتالي اعتقد انه لحد دلوقتي نسبه نجاحه 100%،
ده اللعيب اللي كان محتاج، واحد من اللعيبه اللي كان محتاج النادي الاهلي في المركز ده. في كلام ان كولر بيتكلم على انه في 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 في, في سوق الانتقالات القادم حاطط لسته بلعيبه كتيره جدا في يناير ان هو محتاجها او في مراكز معينه. لكن بعتقد الصفقه دي صفقه ناجحه ومستمره حتى الان مع النادي الاهلي. لو جبت حد هتضيف في مراكز، هو اكيد كولر شايف بعد ما لعب او صمم انه يلعب بالسكواد الحالي او بالقائمه الحاليه انه محتاج تدعيم فيها. لكن لحد الان المركز ده احنا مطمنين قوي جدا. كمان المرونه اللي عنده تكتيكيه ان انا ممكن العب فيه في اي حته في الثلاثه اللي قدامه. يعني صفقه ناجحه وجهه نظر حتى الان. ما تيجي نلعب لعبه كده قبل ما نخش على السؤال الثاني. يلا توقعاتكم الماتش النهارده ايه؟ ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. 2-0 فوز النادي الاهلي ايا كان النتيجه، بس فوز النادي الاهلي. عايز ارقم، قول رقم، عايز رقم. 2-0 ممكن 2-0. 2-0 استاذه هند. 2-1 للاهلي. 2-1 حد هيسجل؟ مسجل يا نصر. مسجل يا نصر بالظبط كده. لا احنا متفائلين. ان شاء الله. احنا قبل ما احنا للاسف الوقت بيخلص، بس عايز اسالك انت ما قلتش الارجنتين، ماتش الارجنتين قول لي سريعا، شايف ارجنتين وكرواتيا ايه اللي هيحصل في الماتش؟ طيب هو ماتش صعب جدا يا هند، يعني ماتش ملعب ما اقدرش اتوقع نتيجه لانه الفريقين عندهم دوافع كبيره جدا. كرواتيا هتلعب مباراه بدنيه كبيره جدا جدا جدا، بتعرف تقفل كويس، بس يعيب على كرواتيا. خلي بالك في ولا ماتش دلوقتي احنا بنقول فريق سيمي فاينل ما كسبش غير ماتش، يعني ما كسبش حقيقه غير ماتش. مش اول مره يعملها، ما عملها في 2018. يعني توصل بالتعادل، عم توصل بتعدي بالوقت الاضافي. هو ماتش كندا لما الفونسو ديفيز سجل هدف واستفزهم فجابوا 4 اهداف. غير كده فبالتالي يعيب على زلاتكو داليتش انه بيقفل كويس قوي، لكن بيعيب عليه ما بياخدش المبادره يا هند خالص وهي اميره تماما. فمحتاج انه لو عايز تطلع الارجنتين وتوصل الفاينل لازم في مرحله ما، غير انك مقفل وقافل على 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 مفاتيح اللعب عندهم زي ميسي وغيره، لازم تبادر. يعني كوره بيتكوفيتش كان فيها توفيق كتير كبير جدا انها تغير اتجاهها وتعمل ديفلكشن في ماتش البرازيل. لازم يبقى في مباغته شويه، عنده وعنده الاوراق اللي تعمل كده، عنده بيريسيتش وعنده بيتكوفيتش ده حتى كبديل، وعنده تالاسيتش ناحيه اليمين، عنده اوراق كتيره جدا. فبعتقد انه لازم يرامر شويه. الارجنتين على الناحيه الثانيه اي تحرك من ميسي صنع او سجل هتقلب يعني الانجليزي يقول لك الجيم تشينجر، اللعيب اللي قادر يغير نتيجه المباراه. فبالتالي ماتش ملعب صعب جدا جدا توقع مين اللي يفوز فيه. فكرواتيا عايز تكسب لازم تغامر، ارجنتين عايز تكسب لازم عندها صبر كبير جدا تكتيكي على انه هيبقى بيلعبوا ماتش دفاعي كرواتيا بامتياز، ويبقى محضرين جمل يقدروا يكسروا بيها تكتلات او يبريك الديد لوك بتاع كرواتيا. انا اتوقع ان النهائي بين كرواتيا والمغرب. اتوقعي النهائي بين نتمنى ولا توقع؟ نتمنى بالظبط. في فرق بين توقع ونتمنى على توقع يعني. انت فاهمني؟ اميره تتوقعي مين؟ والله هند مش هكسبك. ماشي انت عايزه كده يعني، عايزه كرواتيا. هو انا اتمنى كرواتيا والمغرب، ولكن المنطق بيقول فرنسا والارجنتين. ما انا بقى توقعت ده علشان ده مش كاس عالم منطق يعني. لاول مره وفوش منطق. ممكن يتكرر نهائي 2018 2018 بين فرنسا وكرواتيا ممكن يتكرر. عامه انا اي فرقه بشجعها بتخسر فانا هشجع فرنسا. بشكركم وشرفتونا. للاسف وقتنا خلص، شرفتونا في الحريف. كنا سعداء جدا. سعداء جدا بيكي. يا الله يبارك فيك. نتمنى التوفيق ان شاء الله النهارده النادي الاهلي. خلصت فقرتنا، واكيد طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده في مباراته قدام الاتحاد السكندري علشان نقدر نحافظ على وجودنا في صداره الدوري باذن الله. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.